استعمالي بعض رجال السلطة العنف والضرب في حق المواطنين للنواب المحترمين شاكب بن ناني وعبد الصمد حيكر وعبد الكريم الهويشري ونور الدين قربال وعبد الملك الكحيلي والحسين كرومي والحبيب شوباني وعبد الإله بن كيران وعبد الجبار القسطلاني من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة النواب المحترمون، أولا نأسف لتشويه المغرض الذي تعرض له موقف فريق العدالة والتنمية من الأسئلة الكتابية، ونؤكد أننا لا ولن نستغلها لأغراضنا الشخصية، ونتحدى كل من يقول بذلك أن يأتي بدليل واحد، وسنستمر في استعمالها لمعالجة سنستعمل هذه الأسئلة الكتابية إن شاء الله لمعالجة قضايا المواطنين طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس. وبخصوص السؤال السيد الوزير، لا زال بعض رجال السلطة في بلادنا الذين تضيق صدورهم في معالجة بعض القضايا التي استعصى فيها الحوار، يلجأون إلى استعمال العنف والضرب في حق المواطنين، وأحيانا إلى النزول بكتيبة من السيم والقوات المساعدة مزودة أحيانا بالجرافات والهراوات تسوم المواطنين سوء الضرب والإهانة والقمع. فلا يسلم شاب ولا امرأة ولا كهل تاركة على أجسادهم ونفسيتهم آثارا بالغة للضرب والمهانة. إن هذه التجاوزات وهذا الشطط في استعمال السلطة أصبح سائدا عند هؤلاء، ويتكرر باستمرار في كثير من بقاع المملكة وفي أكثر من مناسبة، مما يدل على أن دولة الحق والقانون ما زالت شعارا من الشعارات البعيدة المنال. ولذا نسألكم السيد الوزير، ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لوقف هذا السلوك واحترام كرامة المواطن المغربي؟ وشكرا. كلمة للسيد الوزير. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النائبات والنواب المحترمون، أنني إذ أشكر السادة النواب المحترمين على تفضلهم بطرح هذا السؤال، أود أن أؤكد لهم ومن خلالهم لباقي السادة النواب المحترمين أن رجال السلطة بمختلف فئاتهم يمارسون مهامهم طبقا للمفهوم الجديد للسلطة. فإلى جانب سهرهم على الحفاظ على النظام العام واستتباب الأمن، فإنهم يسهرون بصفة دائمة على خدمة المواطنين والعناية بشؤونهم وأحوالهم والعمل على حل مشاكلهم في إطار سياسة القرب التي تنهجها الحكومة. وأشير في هذا الصدد أن وزارة الداخلية بقدر ما تحرص على تطبيق القانون فإنها تحرص كذلك على صيانة كرامة المواطنين وحماية حقوق الأفراد والجماعات في ظل دولة الحق والقانون. ولضمان هذه المعادلة، فإن وزارة الداخلية تتابع عن كثب طريقة أداء رجال السلطة ومساعدهم ومدى استيعابهم للتوجيهات التي تعطى لهم، بحيث يتم في الوقت المناسب وكلما استدعى الأمر كذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم كل تجاوز يتم ضبطه في هذا الباب، مع العلم أنه يتم البحث والتحري بكل دقة وحزم في القضايا التي قد يتورط فيها بعض رجال السلطة أو أفراد القوات العمومية، وتتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق كل من ثبت تجاوزه لاختصاصاته. كما أن هناك عدة حالات يتم عرضها على القضاء وتجرى بشأنها الأبحاث القضائية اللازمة، ويتم فيها الاستماع إلى رجال السلطة ومساعديهم أو أفراد القوات العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل. ولا أخفي عليكم أن السلطات العمومية تسجل عددا من الحالات التي يقوم بها بعض المواطنين بخرق صريح للقانون، وهو الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان تدخل القوى العمومية لفرض احترام القانون واستتباب الأمن طبقا للتشريعات الجارية بها العمل في هذا الشأن. ومن خلال أدائهم لواجبهم وحرصهم على تطبيق القانون، خاصة أثناء تدخلاتهم لضبط المخالفات فيما يتعلق بالاحتلال الملك العمومي أو البناء العشوائي أو محاربة ظاهرة الباعة المتجولين أو التظاهرات غير المرخص بها قانونا، فإن العديد من رجال السلطة يتعرضون للعنف ويصطدمون بتعنت بعض المواطنين الذين يتملصون من تطبيق القانون،
ويعمدون إلى تهديد أو الاعتداء على رجال السلطة وأوانهم رغم محاولة الحوار والإقناع التي تجرى معهم. ولا أدل على ذلك أن خلال 5 سنوات الأخيرة تم تسجيل ما يناهز 87 حالة، منها حوالي 360 حالة اعتداء جسدي في حق رجال السلطة ومساعديهم، منها حالة بالغة الخطورة. ومن رغم من كوني أن هذه الظاهرة تبقى رغم تجلياتها جد محدودة، فإن الجميع مطالب اليوم بالتحلي بروح المسؤولية والمواطنة حتى نتمكن جميعا من استكمال بناء دولة القانون والمؤسسات التي تعين على جميع أفرادا أو هيئات الانخراط فيها بكل مسؤولية وجدية لما في ذلك من خدمة للصالح العام. شكرا. الكلمة لأحد السائلين في إطار التعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء، إخوان الأخوات النواب المحترمين، حق السيد الوزير جينا نشكيو عليكم، بديتو تشكيو علينا. وأنا في الحقيقة حنا تندافع على المواطن يكون رجل أمن، ولا يكون مواطن عادي حنا كندافع عليه بصفة عامة، وهذا واجبنا. وحنا مساندين لأي مواطن يكون رجل أمن يوقع ضحية ديال الاعتداء، وكنعرفوا بلي المواطنين كاين منهم اللي يمكن يوصل هاد الدرجة ديال الاعتداء على الوطن. ولكن على كل حال لابد أن نبقى نعترف بأنه في الغالب الأعم الذي يذهب ضحية في الغالب الأعم هم أشخاص يطالبون بحقوق، عندهم قناعات، يطلبون الشغل، عندهم إشكاليات. وفي الغالب هاد الناس مع الوزير كيكونوا ناس من واحد الطبقة مثقفة، لما حتى العنف ما تيعرفون لا يعرفون إليه سبيلا. ولذلك احنا اللي كنطلبكم باش يكون واحد النوع ديال التوجيه الإضافي، لأن شنو تيوقع؟ مهما تكون يكون الإطار القانوني الذي يتحرك فيه رجل السلطة. انتهى الوقت. سيد الوزير الله يخليك، لما وصل الناس ديالك يحاولوا على المواطنين ما استطعت إلى ذلك من سبيل.